العراق احنا متجهين الى وضع قد يكون به احراج في الايام المقبله، يعني خاصه بعد بيان السيد مقتدى الصدر اليوم، قد يكون به احراج الحكومه العراقيه، يعني قد تكون هنالك مواقف طارئه تظهر، ربما تتطور الى تظاهرات، لان طالب يعني بغلق السفارة، بغلق السفارة الأمريكية. نعم. طلب ضربوا من الخيار. نعم نعم نعم. طلب يعني، والتعرفين يعني وضعنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقة الحكومة علاقة ممتازة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أكو هناك تيار شعبي موجود على الأرض، هذه يعني هاي لازم نحسب الحساب. أنا أرى بأنه يعني أتمنى أن لا تقع الحكومة العراقية في مثل هذا المأزق، لأن الحلول ضيقة جدا في هذا الموضوع، يعني خاصة الكل يعرف التيار الصدري يعني وكثافته وتواجده، قوة تواجده بالشارع العراقي، فإذا نفذ ما وعد به السيد مقتدى راح تصير إشكالية كبيرة في هذا الموضوع.